أنا أظن أن هذا من حي يجب أن نمر إليه بتدرج وبتأني، ولكن كذلك بتبصر، أن نمر إلى أنه من له سلطة سياسية لا يمكن أن يمارس أنشطة اقتصادية في إطار تنافسية التي يجب أن تكون مطلوبة. أن مثلا إذا كان هناك يعني إنسان يعني في الحكومة يجب أن يضع حدا لأنشطته الاقتصادية حتى ينتهي مما يعمل فيه يعني في إطار مدة انتدابه. وأظن أن هذا يعني يجب أن يسري على كل من له سلطة، يعني أنه يجب أن يكون هناك حد واضح، لا يعني أنه من له السلطة السياسية لا يمكن أن يمارس أنشطة اقتصادية، ولكن يجب أن يكون هناك حدود، ويجب أن يكون هناك يعني مسائل قانونية توضح يعني مسافة بعيدة ما بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي. المسألة الأخرى أنه لا يمكن لمن هو سياسي أن ينافس فاعلين اقتصاديين آخرين، لأنه يمكن أن يستعمل السلطة السياسية في إطار هذه المنافسة. لهذا فكثير من المسائل يمكن أن تعمل من أجل باش ما يكونش هذا النوع ديال التدخل في السياسي في الاقتصاد.